اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل ذنب وادفع عنا كل كرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم رد عنا وعن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدفع عنا الوباء وأن تكشف عنا البلاء. اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أجيالنا وشبابنا وشبابنا من الإرهاب والمخدرات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق إمامنا وولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المرجع يوم التناد. ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إنك خير الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.